تخيل أن تصير يوماً قادراً على استقبال الطاقة من الهواء ذاته وبلا أي أسلاك. كل ما تحتاج إليه هو توصيل أجهزتك بمحول متطور ليمدك بجميع احتياجاتك من الكهرباء بلا أي مشكلات، فيستقبل بدوره كل هذه الطاقة من أعالي السماء وحدود الفضاء نفسه. ولكن ما هذه التقنية بالضبط؟ وكيف يمكن أن تغير شكل العالم مستقبلاً؟ قبل إجابة هذه الأسئلة، دعونا نعد معاً بالحكاية إلى الوراء قليلاً، بداية من فترة الثمانينات من القرن التاسع عشر، حينما كان العالم الصربي العبقري نيكولا تسلا يعمل على مشروع طموح لنقل الطاقة الكهربائية عبر الهواء بلا أسلاك تماماً. وبهذا كان على وشك تغيير شكل العالم بأكمله وفتح الباب أمام نهضة صناعية وتكنولوجية غير مسبوقة، قبل حتى أن يستوعب العالم أنه في بدايات ثورة صناعية. تسلا كان يسعى لحقن التيار الكهربي بداخل الأرض نفسها بتردد معين، ثم استعمال خصائص طبقات الأرض والشحنة الكهربائية للكوكب نفسه في ترديد ذلك التيار وتضخيمه وتحويله إلى موجات ثابتة يمكن استغلالها في أي مكان على الكوكب لتشغيل الأجهزة الكهربائية بلا أي أسلاك على الإطلاق. وبالفعل بدأ تسلا العمل على مشروعه هذا، وتلقى دعماً رسمياً وتمويلاً كبيراً من شركة جي بي مورغان الشهيرة. وفي عام 1901 بدأ إنشاء برج صغير في منطقة شورهام بنيويورك يدعى برج واردن كليف، واستطاع أن يستعمل هذا البرج في تجربة طريقته لبث الطاقة عبر الأرض ذاتها، ونجح بالفعل في تشغيل مصابيح كهربية باستعمال هذه التقنية، مما أثبت أن نظريته حقيقية وقابلة للتطبيق بالفعل. ولكن في أثناء عمل تسلا على تطوير تقنيته جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، انهارت الأسواق الأمريكية وتراجع الاقتصاد وساد كساد كبير. ونتيجة لهذا سحبت جي بي مورغان استثماراتها وتمويلها، خصوصا مع تنامي طموح تسلا الكبير وزيادة تكاليف مشروعه بقدر لا يحتمل. وحينما عرض تسلا هذه الفكرة الثورية على مستثمرين آخرين لم يتحمسوا لها كثيرا، لأن معظمهم كانوا استثمروا أموالهم في إنشاء شبكات الكهرباء والطاقة التقليدية التي تعمل بالأسلاك والتي كلفتهم ملايين من الدولارات. لهذا فالمشروع لم يستمر ولم يمهل القدر تسلا، وتوفي قبل أن يستطيع متابعة عمله على هذه التقنية، وقبل أن ينتهي من ابتكاره الذي كان بوسعه تغيير شكل العالم بأكمله. الحكومة الأمريكية استولت على أبحاثه كلها، وظلت هذه الوثائق سرية لعشرات السنين بعد وفاته. ولكن ما علاقة كل هذا بالموضوع؟ العلاقة يا عزيزي تكمن في الفكرة ذاتها، إرسال واستقبال الطاقة لاسلكياً، فلطالما كان هذا حلماً يسعى وراءه الجميع منذ عشرات السنين، ولم يستطع أحد تحقيقه حتى اليوم. سبب كون هذه التقنية مرغوبة إلى هذا الحد ليس صعب التخمين، فكل التقنيات والمعدات الحديثة التي يستعملها البشر تتطلب طاقة لتشغيلها، وتوليد هذه الطاقة يحتاج إلى الوقود والنفط، والذي يمثل نقله عبر الحدود والمسافات مشكلة دائمة. فعلى سبيل المثال، في قلب ساحات الحروب والمعارك الكبرى، دائماً ما تواجه الدول مشكلات وصعوبات في نقل إمدادات الوقود، إلى حيث تحتاج إليها جيوشهم لتشغيل معداتها وقواعدها وآلياتها الحربية، ما يشكل فاصلاً في نتائج هذه المعارك. والأمر لا يتوقف فقط على الجانب الاستراتيجي أو العسكري، بل له جانب علمي أيضاً. فعالمنا يحتوي على عديد من الأماكن البعيدة والمقفرة، كأصقاع سيبيريا وأنتاركتيكا وغابات الأمازون وصحراء إفريقيا، وكل هذه الأماكن يهتم العلماء والباحثون بزيارتها ودراستها. ولأجل هذا تضطر الحكومات والمؤسسات البحثية إلى رصد تمويلات بملايين الدولارات لهؤلاء الباحثين ليتمكنوا مواصلة العمل في قلب هذه الظروف الصعبة.
لهذا السبب فمنذ وقت تسلا حتى يومنا هذا يحاول العلماء الوصول إلى ابتكارات جديدة يمكنها تسهيل نقل الطاقة بلا اضطرار إلى إنشاء بنية تحتية مكلفة ومد أسلاك يصل طولها إلى عشرات وربما مئات الكيلومترات. وهذا بالضبط ما يعمل عليه قطاع الأبحاث التابع لوزارة الدفاع الأمريكية أو داربا حالياً تحت اسم باور، وهو اختصار لجملة Persistent Optical Wireless Energy Relay أو محول الطاقة الضوئية اللاسلكية المستمر. وكما يتبين من الاسم تحول هذه التقنية الطاقة التي تستخلص من المولدات التقليدية إلى حزم من أشعة الليزر، بعد ذلك ينقل هذا الليزر عبر عدد من الأقمار الصناعية التي تطلق في الجو على ارتفاعات عالية والتي تبث شعاع الليزر وتستقبله فيما بينها على مسافات عملاقة حتى تصل به إلى المنطقة المطلوبة، وحينها تعيد هذه الأقمار الصناعية شعاع الليزر إلى الأرض ليستقبل بداخل مولد يعالج بدوره الطاقة الضوئية التي يحملها الليزر ويحولها إلى طاقة كهربية باستعمال نوع من الخلايا الكهروضوئية المتطورة. هذه التقنية لن يقتصر استعمالها على سطح الأرض، بل هي تعد بتحقيق ثورة حقيقية غير مسبوقة في مجال استكشاف الفضاء والكواكب، إذ من الممكن استعمال هذه التقنية في توفير الطاقة للمنشآت والقواعد البشرية الدائمة والتي تخطط وكالة ناسا لبنائها مستقبلاً على سطح القمر كجزء من مهام أرتميس المستقبلية. أيضاً يمثل استهداف هذه الشبكة الكبيرة صعوبة على القوى المعادية، فمن غير الممكن تدميرها بالكامل لأنه يستحيل إسقاط جميع الأقمار الصناعية الحاملة لها أو التشويش عليها في وقت واحد، وإذا أسقط بعضها فمن السهل جداً إعادة إطلاق بدائل لها. بحسب كلام باحث داربا فهذا المشروع حالياً قيد التصميم والإنشاء ويتوقع إتمامه في خلال السنوات الثلاث القادمة وبحلول عام 2027 كحد أقصى. حينها ستبدأ ثورة تقنية جديدة لن تغير فقط مفهوم الحروب والخطط الاستراتيجية للجيوش، بل ستغير الطريقة التي يفكر فيها البشر في بناء شبكات الطاقة نفسها. وبدلاً من أن تضطر الدول إلى الحفر لمد الأسلاك والكابلات، فكل ما سيحتاجون إليه هو إطلاق أشعة الليزر وحملها عبر السماء إلى شتى بقاع الأرض وأعماق الفضاء الخارجي ذاته. فهل يتحقق حلم تسلا وتتحرر الأرض من أسلاكها؟